بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الأخوات والإخوة، أبنائنا الشباب والشابات، تأتي المبادرة تحت شعار شباب عربي في حب مصر كتتويج لسلسلة من النجاحات والتعاون المثمر بين الأمانة العامة ومنظمات المجتمع المدني العربية. وقد تم اختيار جمهورية مصر العربية لتكون أول محطات المبادرة، ومنها إلى باقي الدول. وأنا أريد أن أقول تم اختيار مصر المحروسة، والله يحرسها دائما، ومنها إلى باقي أرجاء الوطن العربي، فكل التوفيق والأمنيات الطيبة بنجاح المبادرة، حيث تهدف هذه المبادرة لترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن العربي وخلق حالة من وحدة الصف بين الشباب العربي، وأيضا دعوتهم للتعبير عن تاريخهم وحضاراتهم وأبرازها بين الدول المختلفة، بغية تحفيز الشباب العربي على دعم ومساندة السياحة العربية وخلق حوار فيما بينهم وتبادل الخبرات والتجارب. واسمحوا لي أن أضيف على أو إلى عنوان الملتقى تكملة للعبارة، بحيث تقرأ: نحكي عن أوطاننا ونعمل على رفعتها وعزتها. وإن كان المعنى وارد بشكل ما في الأهداف السبعة التي حددتها الندوة، فالإضافة هي من باب التذكير بأن الحديث المفيد لا يكتمل إلا بالعمل المفيد، وحتى يصبح القول مقرونا بالعمل. ثانيا، إن أهداف الملتقى هو الجمع بين المتعة والثقافة، فتنظيم جولات للشباب العربي في الأقطار العربية بدءا بمصر يمكنهم من الاطلاع على الكنوز الثقافية الثمينة والمعالم الحضارية التي خلفها الأجداد، وزيارة المزارات السياحية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها البلدان العربية، وتمكين الشباب العربي من نسج روابط التواصل والتعارف فيما بينهم، وربما أكثر قرابة وأكثر من ذلك. ثالثا، نحن في الجامعة العربية ندرك ما يجول في نفوس شبابنا العربي من خواطر وشعور بالمرارة وربما الإحباط أحيانا، وهم يتابعون ما يجري في بعض الأقطار العربية من مآسي إنسانية وحروب عبثية وصراعات حادة بدأت بمطالب شعبية سلمية تدعو إلى إحداث عملية التغيير وتطوير للحياة السياسية والاجتماعية تتماشى مع مقتضيات العصر، ثم انزلقت مع الأسف كما هو الحال في سوريا وليبيا واليمن إلى صراعات دموية وتهديدات خطيرة لمقومات الدولة ونسيجها الاجتماعي. لقد جئنا اليوم وجاء معنا شباب من كل ربوع الأمة العربية لنرسل رسالة نؤكد فيها إن الأمة العربية أمة قوية بشبابها الواعي والوطني، رسالة تقول: هؤلاء هم الشباب العربي وليس من تصدرون صورهم إلينا، رسالة تبرز مدى حب واعتزاز وانتماء الشباب العربي لأوطانه. ومن هنا جاءت مبادرة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة نحكي عن أوطاننا، مبادرة أردنا بها أن نترك الشباب العربي يعبر عن هذه القيم النبيلة الذي يحملها داخله ولم يعبر عنها. اليوم سنترك الشباب العربي يعبر بكافة الصور والوسائل عن وطنه تاريخا وحاضرا ومستقبلا. سنترك الشباب يرسل رسائله للعالم في توقيت هو الأهم في العالم، في اليوم العالمي للشباب، اليوم الذي تحتفل به الأمم المتحدة بالشباب من كل عام. سيرسل الشباب العربي في هذا اليوم رسالته للعالم
معبرا عن حبه واعتزازه وفخره بتاريخه ورموزه القيمة بالرسم والفنون والشعر والمقال والسرد التاريخي والأفلام التسجيلية والوثائقية والقصص القصيرة. شكرا لهؤلاء الشباب من أبناء الوطن العربي الذين بدأوا العمل، وأنا أشهد بذلك ولادة هذا العمل لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة عام 2003. فلكم جميعا حقيقة كل الشكر والتقدير، وللأستاذة الدكتورة مشيرة أبو غالي وزملائها على هذا الجهد الكبير. أنتم الأمل وأنتم المستقبل كله، وعليكم المسؤولية الكبيرة، ولذلك لن تجدوا بإذن الله منا في مصر وفي مجلس النواب المصري إلا كل الدعم والتقدير والاحترام. أيضا لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الشباب، أيضا لأول مرة مجلس النواب يمثل فيه الشباب من عمر 25 عام إلى عمر 35 عام، حوالي من نسبة من 25 إلى 30% تقريبا. هذا المجلس أثبت بحق الشعب اختياره للشباب، ده مؤشر كبير على ضرورة أن يتولى العمل في الفترة الحالية الشباب لقيادة الأمة العربية كلها. إحنا جامعة الدول العربية جامعة الحكومات العربية، وفي نفس الوقت إحنا إدارة منظمات المجتمع المدني، إدارة المنظمات الأهلية اللي بتعمل على تنمية بلداننا العربية، إدارة الشعوب. إحنا في الإدارة الفوكل بوينت ما بين المنظمات الأهلية في الدول العربية وما بين الحكومات العربية. الإدارة عندنا إحنا بنعمل تعاون مع منظمات المجتمع المدني في الدول العربية، مع منظمات دولية ومنظمات إقليمية، مع شبكات مجتمع مدني اللي بتشتغل على تنفيذ الأهداف التنموية. أهداف التنمية المستدامة اللي تم اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الـ 17 هدف تنموي اللي تم اعتمادهم شهر سبتمبر 2015، احنا عملنا حاجة اسمها العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني. هذا العقد الغرض منه انه يساعد منظمات المجتمع المدني في الدول العربية انها تساهم في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة الـ 17 جنبا الى جنب مع الحكومات العربية والقطاع الخاص. ايمانا منا بالعلاقة الوطيدة بين السياحة والكيانات التنموية الهادفة الى ترسيخ الاعتزاز والانتماء بالوطن، بمشاركة شباب متميز من دول عربية شقيقة، وكلنا عزيمة ويقين بأن المستقبل أفضل بإذن الله إذا ما توفرت الجهود والإرادة والعمل الجاد. السيدات والسادة، الشباب هم أمل الأمة ومستقبلها، ولابد من شحذ الهمم نحو التكامل العربي، ليس فقط فيما يتعلق بالسياحة البينية بل في كافة مناحي الحياة. نعم، باتت الرغبة ملحة في تمتين أواصر العلاقات ومد جسور الثقة مع الدول العربية. نعم، لقد آن الأوان لعودة مصر لحضن العروبة كما كانت باعتبارها القلب النابض والأم الحنون لكل الأشقاء العرب، والسياحة باعتبارها لغة سلام تستطيع أن تلعب دورا محوريا في تعميق التقارب العربي. الحضور الكرام، إن مصر العروبة تشكل عمقاً استراتيجياً للقومية العربية، وستظل رائدة في قلب الأمة كما كانت منذ قديم الأزل، وإن ما تمر به من ظروف مؤقتة سيمر لتبقى مصر قوية شامخة. إن كل هذه الأهداف السامية التي تسعى المبادرة لتحقيقها شكلت ولا تزال تشكل أحد أكبر اهتمامات البرلمان العربي، ولدينا في البرلمان العربي لجنة خاصة باسم لجنة الشباب، وأتشرف برئاسة هذه اللجنة، والتي أحد إنجازات هذه اللجنة وثيقة الشباب العربي، وهي أول وثيقة عربية برلمانية تعنى بإبراز قضايا ومشاكل وآمال ومطالب الشباب العربي في كافة المجالات.
والعمل على تقديم الحلول المناسبة لها.